العظيم. أيها الإخوة، نستعد لرفع العلم الوطني والاستماع للنشيد الوطني. سلاحوت شدي سلاحك. ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أباء المجاهدين، الأخت بنت الشهيد عاشور مسعود، الإخوة أبناء الشهداء، الأخ الفاضل رئيس الدائرة، السادة رؤساء بلديات الحاليين والسابقين، السادة أعضاء المجالس البلدية، السيد رئيس أمن الدائرة، السيد قائد فرقة الدرك الوطني، السادة ممثلي المنظمات والجمعيات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نلتقي في هذا اليوم الأغر وفي هذا المكان المبارك لنحيي ذكرى من ذكريات هذا الوطن الحبيب، إنها ذكرى الشهيد أو اليوم الوطني للشهيد. أيها الإخوة، إن هذه الذكرى التي نحتفل بها اليوم هي نتاج وثمرة نضال طويل قاده إحنا الشهداء. هذا النضال أيها الإخوة تجسد وتكلل بتأسيس المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في 18 فبراير 1988، بعد حوالي 3 سنوات من هذا التاريخ، يعني من تاريخ تأسيس المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. بعد 6 سنين تم إقرار وترسيم هذا التاريخ، يعني 18 فبراير تم ترسيمه كيوم وطني للشهيد. وتتشرف المنطقة هذه نتاعنا إن واحد من أبنائها وهو الدكتور مظهر المختاري رحمة الله عليه، كان آنذاك من المؤسسين لهذا التنظيم. أيها الإخوة، يسأل كل منا نفسه، من هم هؤلاء الشهداء؟ من هم هؤلاء الأبطال الذين استصغروا هذه الدنيا وقدموا دماءهم وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن؟ من هم هؤلاء؟ إنهم شباب، إنهم فتية آمنوا بالله ربا وبالجزائر وطنا حرا. إنهم أيها الإخوة مثلنا بشر، كانت لهم أحلام، كانت لهم أمال وتطلعات في هذه الدنيا وفي هذه الحياة، ولكن أيها الإخوة حب الوطن وعشق الحرية كان أقوى من حب الدنيا، كان أقوى من حب الأهل والعائلة. ولنا في التاريخ أيها الإخوة نماذج وعبر كثيرة. مصطفى بن بلعيد رحمة الله عليه، كانت الدنيا مفتوحة له على مصراعيها، كان من أغنى أغنياء البلاد. تعلمون ما كان يملك مصطفى بن بلعيد؟ محلات تجارية، أراضي فلاحية، عقارات في أكثر من مكان ومنطقة. ذلك الوقت أيها الإخوة، اسمحوا لي على هذا التعبير، اللي كان يملك بغلة وحصان فهو من الميسورين وربما من الأعيان. بن بلعيد كان يملك حافلات، ترك كل هذا المتاع، ترك كل هذه الثروة سخرها لخدمة الثورة. رحم الله هذا البطل، رحم الله الشهداء الأبرار. أيها الإخوة، الشهيد قدم روحه فداء لهذا الوطن. وتعلمون أن الروح هي أغلى ما يملك الإنسان، ولكن نحن ماذا قدمنا لهذا الوطن؟ هل كنا في مستوى تضحيات الشهيد؟ هل حققنا ما كان يحلم به الشهيد؟ هل حققنا ما ضحى من أجله الشهيد؟ الشهيد أيها الإخوة
كان حلمه أن نأكل مما نزرع، كان حلمه أن نلبس مما ننسج ومما ننتج، كان حلمه أن نركب ما نصنع. الشهيد كان حلمه أن تسود بيننا الأخوة والمحبة والمودة. الشهيد أيها الإخوة كان يحلم أن تزول الجهوية والقبلية والمحسوبية والفوارق الاجتماعية. الشهيد كان يحلم أيها الإخوة أن تبقى ذكراه في قلوبنا دائما ودوما حيا. رحم الله شهداء الأبرار. أيها الإخوة، تغيب الكلمات، تغيب العبارات، ولا أجد أيها الإخوة من الجمل ومن المفردات ما أعبر به عن عظمة هؤلاء الأبطال أيها الإخوة، سوى أن أقول أنهم شهداء عند ربهم يرزقون، شهداء عند ربهم يرزقون. رحم الله شهداء الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه، حفظ الله هذا الوطن، حفظ الله هذا الشعب. شكرا أيها الإخوة على كرم الاستماع، لا أطيل عليكم، أحيل الكلمة إلى الأستاذ مناظر من مناظري الحفاظ على هذه الذاكرة، الأستاذ خلوف العروسي، عضو الأمانة الولائية لأبناء المجاهدين، فليتفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، كل باسمه ومقامه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف عظيم أن نلتقي اليوم في هذا المكان الطاهر أمام أحياء يشهدون علينا اليوم وغدا. نقف مع وجوه نيرة طيبة، وأنا جد فخور باسمي الخاص أوجه شكري وامتناني لساكنة إنوغيسن على هذا الحضور المميز النخبوي. كم تمنيت أن يكون أكثر، وأتأسف لغياب أبائنا المجاهدين الذين كانوا دائمي الحضور معنا، ولكن منهم من غيبه الموت القاهر، ومنهم من غيبه المرض، ومنهم من غيبه العز، فهم معذورون. نترحم عليهم وندعو بالشفاء لمن يتألم في صمت. إخواني الكرام، ما عسانا نقول في هذا اليوم، اليوم الوطني للشهيد الذي شرعه المشرع الجزائري بدءا من سنة 1991 حينما صدق عليه قرار المجلس الوطني الشعبي، وأصبح يوما وطنيا يحتفل به على كامل التراب الوطني. إخواني الكرام، الشهيد هو ترقية، هو رتبة، مثلما يرقى العسكريون دوما إلى رتب. فالشهيد قد كان مجاهدا فرقي إلى رتبة شهيد، وهي أعلى مراتب. والشهيد الوحيد الذي كلمه الله وتاجر معه تجارة ليست تجارة مادية، إنما هي تجارة روحية معنوية. وما هو طلب الشهيد أيها الإخوان؟ هل هو الرجوع إلى الاستغلال والاستثمار في المشاريع المادية؟ بلى، كلا. قال: أرجعني لأجاهد وأستشهد مرة أخرى. ولكن الله أوجزها كلمة هو قائلها أنه يفسد. إخواني الكرام،
نتساءل، هذا الإنسان الذي ميزه الله وكرمه بالعقل، جعل فيه شيئا بسيطا وعظيما في آن واحد، وهو الذاكرة، ذاكرة التي شرعها المشرع الجزائري اليوم كيوم وطني باسم يوم الذاكرة في 8 مايو، أصبح يوم وطني للذاكرة. الذاكرة، الإنسان أصعب مرض يصاب به الإنسان هو ما يسمى بمرض العصر زهايمر، حين يفقد الإنسان ذاكرته يصبح وجوده كأنه خيال يمشي على الأرض. هذه هي الذاكرة، قمة ما توصلت إليه التكنولوجيا اليوم هو هذا الإعلام الآلي. على ماذا يعتمد؟ رميم السيارة الطراز العالي، على ماذا تعتمد؟ على الذاكرة. الطائرة الرقية، على ماذا تعتمد؟ على الذاكرة. رميم إذن هذه الذاكرة ماذا قال عنها الشهيد دوش مراد وهو أول قائد من 5 أو 6 الذين استشهدوا من طاجون في 55؟ قال إذا ما متنا دافعوا عن ذاكرتنا. نسأل أنفسنا اليوم، هل دافعنا عن ذاكرتنا؟ حضورنا اليوم في هذا المكان هو دفاع عن الذاكرة. قيامك أيها المسؤول بأداء واجبك بإخلاص هو دفاع عن ذاكرة هذا الشهيد. الطالب حينما ينجح ويقرأ ويتفوق هو دفاع عن مبادئ الشهيد. أيها الإخوة الكرام، إن التاريخ لا يؤخذ من الكتب فقط، بل يؤخذ من أفواه صانعيه ويؤخذ من عين المكان، عين الحدث. لو كل واحد منا شق على نفسه بزيارة مكان في يوم من الأيام، من خلال هذه الأيام قطعت على نفسي عهدا أن أزور مكان قريب من هنا رغم مشاقه وصعوبة المسألة، أخنقهم وعرض، وقفت في هذا المكان وفي هذه المغارة التي وقف عليها محمد الشهيد محمد الصالح بلاع وقال قولته المشهورة حينما رمى برسالة ملفوفة في حجر إلى العدو: الموت في الغار وما نستلموش الكفار. هذا هو رسالة الشهيد: الموت في الغار وما نستلموش. لهذا ونتحدث عن النجمعة التي ذهبت وبكل صمود وحتى الدمع لم ينزل من عينيها ولمت جثة ولدها لتدفنه. حينما نقف في هذه الأماكن ونستذكر وأنا أمامي السلطات من رئيس الدائرة الشاب الطموح ورئيس المجلس البلدي بجانبي رئيسي البلديتين، كل هذه البقاع تذكرنا بالتاريخ. فقط نطلب منكم في هذا الحج الكريم أن نضع أماكن وعلامات ليهتدي بها شبابنا، ليهتدي بها شبابنا. نصب معالم تذكارية تبقى شاهدة للأجيال. منذ أيام تحدث عن مركز البرج نصي عمر الجورة، الكل يعرفه، وهناك معي أبائي الذين يحضرون. منذ قليل الشيخ سي عمار كان يتحدث عن عمه وأبيه كيف سيق من هذا المكان وأعدم في هذا المكان. لا شيء يوحي بذلك، لا شيء يوحي. إذن هذه هي الذاكرة، هذه هي الذاكرة. حينما نحافظ على ذاكرة الشهيد بطاعة
ترسيم هذه المعالم، ترسيم هذه المعالم، فنكون قد حافظنا عن وتدوين كذلك تدوين هذا التاريخ، تدوين هذا التاريخ. منذ قليل كنت أتحدث مع الأستاذ الذي يبذل جهد كبير، وهو مشكور على ذلك، الأستاذ سي محمد سعودي، الذي جاهد وناضل من أجل ترسيخ تاريخ المنطقة. كنا نتحدث عن هذا المجال، عن عدد الشهداء. بلدية الشمول وبلدية إنوغيشن كانت مقر انطلاق الثورة، شاء من شاء وكره من كره، منطقة انطلاق الثورة، أول العمليات الاستثمارية، أول الطائرات التي قصفت المنطقة، أول النفيف الأجنبي الذي وصل، أول كله في هذه المنطقة. وما بالكم اليوم تبقى هذه المنطقة بلا تاريخ؟ كم مرة أصبنا بالخجل أمام أسئلة من يزورنا: أين تاريخكم؟ ماذا فعلتم بهذا التاريخ؟ ماذا يشير إلى أن عندكم تاريخ؟ ما هي؟ أين هي العلامات؟ ماذا يدل على أن هذا مكان معركة؟ عواج منا من عواج تجرنيت أكثر من 20 معركة، ولا علامة تشير إلى ذلك. إذن الكلام طويل وطويل جدا، وهذا نقوله من الحماس الذي يملأ قلوبنا، ومن الحمية التي نعيشها ونعشقها لهذا الوطن. أتمنى سنرحل شيء، وهذه حتم علينا أننا سنرحل، ولكن قبل أن نرحل لابد أن نخلد للأجيال ما سيتحدثون عنه. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واسكنهم علي في جناتك الفردوس الأعلى يا رب، واحفظ بلدنا هذا، وارحم شهداء غزة. 5 شهور رانا في 135 يوم تحت القصف، تحت جحيم أمام مرأى العالم كله. ندعو الله لهم أن ينصر هؤلاء المستضعفين. هذا ما نقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الكلمات النابعة من قلب ابن مجاهد ترعرع وتربى على حب الوطن وحب الثورة، ونحن في حاجة ماسة إلى أمثاله لكتاب التاريخ والحفاظ على التاريخ للتذكير. المحترمة بنت الشهيد عاشوري، السيد رئيس الدائرة، السيد قائد فرقة الدرك الوطني، السيد رئيس أمن دائرة الشمول، السادة استشهدوا اليوم 9 مارس 1950، أي على 10 أيام قبل توقيع القتال. هذا هو آخر شهداء تاعنا الجهة. أول شهيد تاعنا في نوبيسل هو قادري مبارك، استشهد في 14 ديسمبر 1954 في معركة تباكوش في كيمن، هذا خارج إقليم البلدية. وأول شهيد في إقليم البلدية هو زردوبي وعنده المصفى، استشهد لنا عمر استشهد لنا في عين كبش. وهذه العدوى يعني يوم 3 مايو 1955 حرقوها المشتعلين وشردوا مليها، والدولة محتاجة ممتلكات، والدولة المكان هذا اللي كنا فيه دوا عدد كبير من المناضلين وقعدوا ثم لحقوا في المطار 6 منهم من اللي مختاري واللي زدومي استشهدوا في آخر جوان 55، قتلوهم في هذه البلاصة اللي كنا فيها. وعلى كيف يقولوا لها حي الشهداء أو منطقة الشهداء، وحتى في الاستقلال في بداية الاستقلال اختاروا هذاك المكان، هذاك اللي هو مكان تاع الشهداء، ودفنوا الرفات تاع الشهداء في هذيك الجهة هذيك.
باختصار بعض المعلومات اللي قدرنا نجمعها في اطار العمل التوثيقي. والعمل هذا اللي رانا ندير فيه رانا ننشره رانا ننشر فيه على مستوى الصفحه. انا اتمنى من الشباب هذا والصغار هذا الجيل الجديد هذا يدي هذه المعلومات هذه يستغلها بدل غير في البحوث وفي الدراسه تاعهم هكا باش نحافظوا على التراث وتاريخ نتاع الجهه. هذه هي وبارك الله فيك. في المصارعة على المتحف يشموا على المتحف. احنا هذه المنطقة عانت كثير وللأسف ما عندها لا قاعة تاع الاجتماع ما عندها فرع تاع المتحف. أنا كنت لي في الدائرة في التسعينات وكنت في عين توتا. الإمكانية تاعنا خاصة زدنا جبنا شوية إعانات درنا فرع تاع المتحف. المتحف هذا كان موجود مع فرع محمر بالوثائق وبالشواهد التاريخية. جبنا حتى طيارة طاحت الطمايرة حنا جبناها قنبلة كبيرة وروحنا جبناها من جهة بوزينة حملناها حشاك مع المبيغال ورايحة لينطلق موجودة في المتحف. حنا عندنا طائرة طلعنا في تفرنت. أنا كنت صغير في هذاك الوقت كنا نروحوا لهذ الطائرة هذه البقايا تاع الطائرة وبعد ما عرفناش وين راحت. عندنا صور العائلة تاع الشهداء عندهم صور عندهم وثائق نحافظوا عليهم في ولو في بيت صغيرة في مكتب صغير ولا غيره نسميوه متحف المجاهد هكا باش نحافظوا على الذاكرة تاع الجهة هذيا. عندنا أيضا كتابات على المنطقة من المفروض نديروا هذا في هذا نحاول تعاوننا قدر الإمكان. وإحنا من الناحية المادية من ناحية المادة التاريخية مستعدين باش نعمروا هذا الفرع هذا المتحف. بعد الاجتماع البلدية ما عندهاش الشهرة، أنا الشباب أنا في المتحف.